السلام عليكم طلاب. هاي المحاضرة راح نشرح عن المومنت اوف كابل. احنا اخذنا المومنت بالمحاضرة السابقة، هسه راح ناخذ المومنت اوف كابل وهو العزم المزدوج. العزم المزدوج هو consist of two parallel forces that are equal in magnitude and opposite in size and do not share a line of action. هي عبارة عن قوتين متوازية متساوية شبيهة بالكمية متعاكسة بالاتجاه ولا تلتقي على خط واحد. شوف هنا هاي القوة F وهاي القوة F بيناتها مسافة دي متعاكسة بالاتجاه لكن نفس المقدار F بF وما تلتقي بخط واحد. شوف ما تلتقي بخط واحد. ليش؟ لأن إذا صارت فورس مقابلها فورس من هنا شنو معناتها؟ نفس الاتجاه راح يصير شنو؟ صفر. فلهذا ما تلتقي على خط واحد. هي ايش راح تنتج لنا؟ فقط روتيشن. متخليها هيج، شوف راح تفر يمين او تفر عندك يسار. فريزلتنت اوف الفورس اوف كابل از زيرو. اذا تسوي الريزلتنت مال هاي القوه ويا هاي القوه هي زيرو، لكن الريزلتنت مال العزم المزدوج هو ليس صفر وانما ايش بي؟ عزم صافي، فقط عزم. هذا العزم. فهذا شوف بهالاتجاه ام، هذا ام. هنا نشوف اذا هي الام، هي شوف من نتيجه من هاي القوه وهاي القوه بيناتها شنو؟ المسافه دي. فاذا بهالاتجاه هو شنو؟ كلوك وايز، وبهالاتجاه كاونتر كلوك وايز. الكلوك وايز هو موجب اللي هو باتجاه عقرب الساعه، وكاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه يعني بالسالب سي سي دبليو. هنا نجي في نقاط وملاحظات مهمة نستفاد منها. المومنت اوف ا كابل از سيم اوف اول بوينت، يعني انا عندي نقطة، يعني عندي هاي الورقة، العزم المزدوج بهاي النقطة بهاي النقطة بهاي النقطة بهاي النقطة بهاي النقطة هو نفسي، اي مكان هو نفسي. هسه هاي الورقة دا افرها، شوف كل مكان افرها هنا تفتر بنفس نفس العزم المزدوج. If there one than couple then the total is the summation of each couple. إذا عندي هنا عزم مزدوج هنا وهنا 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 راح يصير المحصلة مال العزم المزدوج هو مجموعة كل واحد وحسب اتجاهه. Transformation of a couple of operation of couple does not change of any character. من تنقل العزم المزدوج من هاي النقطة لهاي النقطة ما راح يتغير، يبقى إن كان بهالاتجاه 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 ونفس المقدار. عندي عزم مزدوج بهالمكان بهالمكان بهالمكان، شلون اطلعه اذا كان ما عندي دي المسافه؟ دي المسافه العموديه بين هاي، لان العزم منين يتكون؟ هي من القوه في المسافه العموديه. افرض دي ما عندي، ايش راح اسوي؟ نرجع على الطريقه السابقه مال عندنا السؤال، نحلل القوه هاي في نقطتها الى اكس وواي، الى الاف من اكس والاف من واي، واضربها في المسافه العموديه اطلع منها العزم المزدوج. اذا راح استخدم طريقه الريكتانجولار كومبوننت. نشوف هذا السؤال عندنا يريد العزم المزدوج على نقطه A و B و C و D. هنا اذا نجي على هاي النقطه A B و C و E، العفو، فهنا نقطه A و B و C و E. احنا قلنا العزم المزدوج المفروض من اول نقطه هو كله متساوي بكل المكانات باي مكان على هاي القطعه. فهنا راح نجي على نقطة A. شنو العزم المزدوج هنا؟ عندي 50 كيلو نيوتن في جيد المسافة هنا، شوفوا لأنه يمر بالنقطة، وين المسافة العمودية؟ صفر. هسه هنا جينا منو بعد عندي هاي القوة الثانية 50 كيلو، شلون تفر؟ كلوك واس، إذا موجبة جيد المسافة العمودية 10، طلع لي العزم 500 كيلو نيوتن باتجاه بهالاتجاه. ليش؟ لأن ما زال موجب، إذا بهالاتجاه. نجي على نقطة B أيضا، هنا القوة اللي يدا بيها شقد؟ 50 في صفر، هنا 50 في 10 باتجاه، إذا كلوك واس، إذا العزم حول B 500 كيلو نيوتن، إذا هو نفس العزم مال A ونفس الاتجاه. إذا نجي على نقطة C، هسه هاي نقطة C نعطيني إياها هنا مسافة 7.
فأجي هنا نحازم حول نقطة سي، أجي على هاي 50 كيلو نيوتن، هاي 50 مفروض من العشرة قد بقات 3، يعني منها 7 يعني منها 3، فإذا 50 بيات اتجاه بهذا الاتجاه، 50 في 3 زين، الخمسين هاي قد بعدها 7، فخمسين في 7 قد المسافة بيات اتجاه أيضا بنفس الاتجاه، شوف هاي نقطة سي شلون تتفر حولها، إذا 50 في 7 زائد 50 في 3 إذا طلع لي 500 كيلو نيوتن، إذا موجب يعني بنفس الاتجاه، شوف نفسه بأي وبي، أجي على نقطة إي، أجي هاي أيضا 50 كيلو نيوتن هنا راح بيات اتجاه كلوك واس، في جد المسافة 4، نجي هاي 50 كيلو نيوتن أيضا جد بقت من 4 6، ف50 في 6 أيضا بيات اتجاه بالكلوك واس، إذا طلع لي 500 كيلو، إذا العزم هو يجيني من منين؟ من 500. لو نفرض هي القوة 50 حتى طلع دي هسه، المفروض 50 في 10 يطلع 500، إذا المسافة مالت العزم المزدوج هي شنو؟ 10، هاي المسافة 10 اللي هي هاي بينها. نجي على هذا السؤال، عندي دائرة وعليها قوة وين؟ على المحيط، نعطينا القوة 20 راح أضع عليها باتجاه كلوكواس، هاي 20 اتجاه كلوكواس، هو يريدها وين؟ يريد هنا، فأنا ايش راح أسوي؟ نعطيني 200 كيلو نيوتن بهالاتجاه، نعطيني 400 كيلو نيوتن بهالاتجاه عكس، نعطيني 40 كيلو نيوتن هنا، نعطيني 40 كيلو نيوتن أجي هنا، لا إذا طلع العزم المزدوج فشو راح اطلع هنا؟ راح اجي هاي 20 كيلو نيوتن، خلينا نفرض اخذت نقطة هاي هنا او هنا بالوسط، هسه خذها بالوسط، المفروض 20 كيلو نيوتن، هذا ايش قد الرياديوس مالته؟ 10، اذا في ايش قد؟ 20 في 5 زائدا هاي ال 20 ايضا في 5 ناقصا 30 في 5 ناقصا 30 في 5 زائدا 40 في 5 زائدا 40 في 5 زائدا 200، ماكو هنا فيه ليش؟ لان هذا عزم صافي بس جاء اتجاه 200، فشوف شو اكتب 200 ناقصا 400، هنا ايضا عزم صافي فقط احطه، ما زال اعطيني هذا يعني عزم بس جاء اتجاه عكس عقرب الساعة ناقص، هنا راح تقولي 20 في 10، ليش اتجت 20 في 5؟ يا اما تاخذ هاي ال 20 في 5 يا ما تقول 20 في 10، ليش؟ لان هاي المفروض هنا من تاخذ هاي النقطة حول هالعزم جد راح يطلع هنا 20 في 0، وهنا جد 20 في 10، يا او ما 20 في 5 زائد 20 في 5 يعني او 20 في 10 بهالاتجاه و 20 في 0 فنفس الشيء، فطلع العزم 100 كيلو نيوتن، المفروض هسه ال 100 كيلو نيوتن بأي مكان بهاي النقطة بهاي النقطة بهاي النقطة بهاي النقطة هو نفسه حسب أول خاصة. نجي هنا على هذا السؤال، نعطيني قوة هي 600 بزاوية مائلة 30، نعطيني نصف قطر الدائرة 0.2، أنا هنا من أجي أمد هسه بهالاتجاه ال 600 إيش قد المسافة العمودية؟ هي كلها 0.2، المفروض هاي منها لهنا، إيش قد هاي؟ أنا ما أعرف، لكن أقدر أستخدم طريقة التحليل القوة وين؟ بهذا المكان، عندي الزاوية 600 أحول راح شو يصير عندي؟ 600 كوسان 30 بهالاتجاه، طبعا لازم أعرف الاتجاهات لأن إذا حسبتها بهالاتجاه يعني غلط، التحليل من المحاضرة الثانية، هنا 600 في سان 30، أجي هنا المفروض أني هسه العزم شو راح أسوي؟ هسه حول هاي النقطة، فهنا أنا هسه عندي أباوع هاي هسه 600، انتبه علي هنا 600 في ساين 30، هاي هسه أول قوة هاي 600 ساين 30، إيش قد المسافة هنا؟ 0.2 هاي المسافة العمودية، شوف أنا عندي هاي زين، أرجع هنا 600 في كوسان 30، إيش قد المسافة العمودية أيضا؟ هم 0.2، لكن هنا انتبه ايش راح يصير عندي؟ عندي مشكلة هنا وين؟ بالاتجاه، فشوف هنا 600 في سان 30 شلون بدي اسوي على عليه هاي النقطة؟ بسوي بهالاتجاه،
شوف تسوي هذا العزم مالته هيك دا ياخذ اوكي. ها شوف هذا هسه انا احللها هنا هاي 630 مفروض هاي 630 هسه هاي العزم مال هذا هسه 600 ايش قد المسافه دي ساين 30 في 0.2 هاي هي بوينت هاي ايضا 0.2 فاذا 600 كوساين لكن هنا بقى عليه 600 ايش تسوي هسه بهالاتجاه الكوساين عكس فصارت ناقص 600 فمن الجمع الجبري طلعنا ناقصا 43.9 من طلع ناقص يعني الاتجاه وين ده يصير عكس عقرب الساعة فأخليه عكس لو طالع 43 موجب إذا أخليه بهالاتجاه من طلع ناقص يعني بهالاتجاه نجي هنا أنا على هذا المثلث بالسؤال يقول لك استخدم طريقة نقل العزم استبداله وين مرة على اللاين AC ومرة على اللاين BC أنا عندي قوة هي 20 كيلو نيوتن 20 كيلو نيوتن عزم شوفوا العزم هذا الاتجاه وهذا عكس الاتجاه بينات ذراع القوة شقد 3 فإذا أطلع العزم من هذا بيا اتجاه العشرين في 3 بيا اتجاه نقطة B كلوكواس إذا 20 في 3 طلع لي 60 كيلو نيوتن المفروض هذا أنا عندي العزم بأي مكان بأي نقطة على هذا الجسم هو نفسه زين أنا عندي هسه هذا 4 متر شلون أحاول هنا أنا عندي العزم 60 وعندي الدرع مالته إذا شرح أطلع منها القوة إذا 60 تقسيم 4 راح يطلع لي 15 شوف 60 فورس جت عندي أنا ما أعرفه ديش جت عندي 4 فأطلع منها لف شوف هنا أنا صارت بهذا هنا المكان 4 بثلاثة هنا الوتر 5 زين أنا عندي العزم 60 وعندي الوتر وعندي الذراع البينات العمود جيات 5 60 تقسيم 5 12 شوف تحولت القوة هنا وهنا بدل ما كانت هنا شوف هنا أنا شوف لو تجي نفس السؤال الأول تأخذ عزم القوة 12 في 5 60 15 في 4 60 20 في 3 60 وين كله نفس الاتجاه كلوكوز تحققت هاي النقطة عندي هذا المستطيل عندي قوة 100 كيلو نيوتن هنا بس شنو مائلة بزاوية 3 ب 4 إذن 5 نعطيني المستطيل 12 ب 5 أيضا استخدام طريقة نقل القوة يريد على أي إي إذن على الوتر أنا لازم أطلع هسه العزم مال هذا المزدوج مال المية وأحوله على هذا المقدار زين أنا هذا أقدر أطلع من 5 ب 12 طلعت الوتر مالته 13 لكن العزم ما عندي فأنا عندي هسه شو أسوي لازم أطلع العزم مال المية زين المية هاي إيش بيها هسه أنا المية مائلة فش راح أسوي لها لازم أحللها عندي زاوية 3 ب 4 ب 5 إذا طلعت المية 80 بهالاتجاه 60 بهالاتجاه أجي على نقطة أي هسه الستين في جيد المفروض في 12 هاي 60 في المسافة 12 عن نقطة أي أجي 60 في 12 جيد جدا تسوي للدور عكس عقرب الساعة بينما 80 هسه في جيد في 5 بس جدا دور باتجاه عقرب الساعة فشوف 80 صارت موجبة في 5 ناقصا 60 طلع ناقصا 320 إذن المفروض العزم 320 يا اتجاه عكس عقرب الساعة طلع ناقص هسه انا طلعت عندي القوة العفو العزم 320 الفورس هو انا اريدها لهنا نهاية على العمودية على اي اي المسافة انا عندي 13 شو بقى عندي فقط الفورس مجهولة من هاي المعادلة فاذا 320 تقسيم 13 طلعت لي قوة 24.6 عندي هذا الشكل عندي هاي ب ايضا بطريقه نقل العزوم اريد انقل هاي المية بهاي المية بهذا العزم وهاي القوه الى نقطه اي بي انا اي بي جد طوله 2 متر المفروض اطلع العزم من عندي العزم اقسمه على الدي يطلع لي الفورس زين العزم المزدوج منين راح اجيبه انا راح اجيبه من هاي القوه حتى انقله هنا فطلع مجمل العزوم 100 في 3 فعليه 100 في هاي المسافة
شلون يدور؟ يدور عكس. اذا ناقص، شوف ناقص 100 فيت، لا اجها 200 في بيناتين جد المسافه 2، 200 في 2 يا اتجاه كلوك وايز، اذا 200 في 2 هنا، هاي ال 200 هاي يا اتجاه هنا عزم صافي خليه ماخو دي هنا، ف 200 يا اتجاه عقرب الساعه. عندي هاي القوتين 50 في 4 يا اتجاه عكس عقرب الساعه ناقصا 50 في 4، طلعت العزم جت طلع 100 كيلو نيوتن. هسه انا هنا عندي 100 كيلو نيوتن العزم، وعندي دي هي 2، فاطلع منها شنو القوة. هسه انا عندي قوة بمكان واريد انقلها النقطة ثانية، نقطة اريد انقلها نقطة ثانية، فالنقطة الثانية راح من انقلها الها بها شنو طريق بها خطوتين. الخطوة هي راح شو اسوي، انقل نفس القوة على النقطة الجديدة بنفس الاتجاه، وش انزل وش اضيف لها، اضيف لها عزم هاي القوة في بعد بين النقطتين. فهنا أنا أشوف نقطة أي عليها قوة أي فورس بين أي وبي دي، فأني من أرد أنقلها البي أخلي نفس الأف بنفس الاتجاه، وش أنقل وياها عزم، ليش؟ لأن بيناتها هاي أنقلها هنا، فايش راح يصير بهاي نقطة بي نفس القوة أف وياها شنو عزم، هو أم أف في. فإذا أي نقطة بيها عزم قوة حتى أنقلها للنقطة الثانية أنقلها نفسها القوة زائدا وياها العزم، العزم منين يجي؟ من القوة في المسافة بين هاي النقطتين بين النقطة القديمة والجديدة. فشوف هنا أنا عندي 250 كيلو نيوتن بنقطة A، أريد أنقلها لبي فنفسها أنزلها 250 كيلو نيوتن نفس الاتجاه، أنقل لها عزم بيناتها شقد؟ 5. تشوف 250 في 5 1250 بيا اتجاه كلوك وايز، تشوف هنا اتجاه هاي نقطة B وهاي نقطة A، شو داي يدور؟ يدور ويا كلوك وايز، إذا شو يصير؟ يصير العزم موجب، فطلع 1250 كيلو نيوتن. أجي على هذا السؤال، هسا أنا عندي هاي قوة 100، أريد أنقلها نقطة B A، شلون أنقلها؟ إحنا شو نريد؟ قلنا ننقل نفس القوة زائدا شنو وياها العزم. فهنا المية نعطيني الزاوية مالتها بثلاثين على، فنفس الشيء المفروض المية وين انقلها؟ بهاي نقطة اي، يبقى لي شنو العزم المزد؟ المية المفروض اضربها هنا ايش قد عندي المسافة العمودية؟ المفروض ثلاثة، هو نعطيني اياها 6 متر، المفروض تطلع عندي المسافة العمودية 3 من احللها و 5.2، المسافة هاي المية في المسافة. ليش تقول لي هسه بس المية في؟ اي لان هاي المسافة هنا هذه لو امد هنا على هاي نقطة اي، شوف هنا هاي اخذ فقط المسافة العمودية، هذا ما عندي بالافقي، فهذا العفو بالعمودي، فاخذ شنو بس القوة الافقية في شنو في ذراعها العمودي. نيجي على نقطة هنا هذا السؤال، لكن هنا القوة مائلة هنا بهاي النقطة، هنا نعطيني 200 كيلو نيوتن بزاوية 4 × 3 = 5، فأني شلون أريد أنقلها؟ أنا راح أظل دايخ بيها، هاي شلون أنقلها؟ أنا المفروض هاي الميتين أنقلها هنا أيضا نفس الاتجاه، بس العزم شلون أنقلها؟ ليش؟ لأن هاي القوة أنا ما عندي المسافة العمودية هنا، فشلون أسوي لها؟ أسوي لها تحليل، فهنا الميتين أحللها إلى إكس وواي، 160 و120، فأجي هنا نفس القوة أنقلها إلى أي؟ شوف 120 هنا وال160 هنا، ايش بقى عندي هسه؟ عزم. لو نجي على 120 وين تمر؟ نقطة اي بنفس اللاين، فشوف 120 في 0 ايش بقت عندي؟ عندي ال160، ال160 ايش قد المسافة بيناتهم؟ 10 بيا اتجاه عكس عقرب الساعة، فناقص 160 في 10، فالمومنت طلع ناقصا 1600، منه طلع لي ناقص يعني هو شنو؟ عكس عقرب الساعة. فهنا ايش راح انقل؟ نقول القوة 120 و160، وهذا لها هي ال 120 و 160 منين جاية؟ من تحليل القوة مال 200، إذا أقدر أرجعها بهالاتجاه 200 بزاوية 4 × 3. هنا ليش حللنا هنا القوة؟ لأن أنا ما عندي هنا المسافة العمودية، مدها هذا هنا عن نقطة أي، شلون راح أطلع المسافة العمودية هاي؟ ما عندي، فأضطر أحللها بهالمكان واستفاد من تحليل القوة على مود عندي مسافة عمودية عنه.
نيجي على هذا المستطيل بقوة 300 بزاوية 3-4 نعطينا مستطيل 10 في 24 يريد ينقل هاي من بي إلى هاي. المفروض هاي 300 هسه أيضا راح نشوف أحللها إلى 240-108. انتبه هنا هاي 180 هاي 240 أجي هنا هسه طلعت عندي هاي القوتين 240 مال 300 فهنا أجي رأسا أنقلها إلى أي المفروض 240 بهالاتجاه هي نفسها شوفها نفسها و 180 اللي فوق نقدر أيضا بدل 180 240 شو بقى عندي يحتاج العزم فالعزم مال هاي المفروض مال مال تحليل القوة 180 وال 240 اللي 300 يعني ما عندي وين شوف لو أمدها هنا ما أقدر أشوف المسافة العمودية من هنا أقدر هنا حللتها بنفس المكان شوف هسه 240 بيا هي الأكس مالتها جد المسافة 10 بيا اتجاه 240 في 10 شلون تدور حول نقطة أي كلوكوايز نجي على 180 180 جد المسافة 24 بس بيا اتجاه تدور عكس عقرب الساعة إذا ايش راح يصير ناقص فطلع للعزم 1920 بالسالب مازال بالسالب إذا عكس عقرب الساعة فإذا هنا صار 1920 هنا فياما تكتبها 1920 هنا محصلة القوة 300 أو نتيجة القوة هنا التحليل مالتها 240-108 نجي على هذا السؤال أنا هنا أعطيني هسه القوة 100 باتجاه الأفقي فهنا يريد هاي اللي موجودة بنقطة C أريد أخليها على من هنا نتيجة هذا شبيهة أريد أنقلها لنقطة A زين شلون أنقلها لنقطة A وبعدين يريدني أيضا أطلع القوة الموجودة على الذراع هو وين C هنا وD فهنا أنا أول طريقة حتى أنقلها لA هي المية نفسها مية هنا شوف زين المومنت شقد المية في شقد هنا في شقد المسافة خمسة مية في خمسة 500 بيات اتجاه كلوكوايز طلع لي موجب إذا فهنا خلصت أول فقرة من السؤال راد استبدلها بنقطة زين اريد هسه اريد حول هذا العزم اللي طلع لي اريد على نقطة على العفو على هذا البار هو سي دي احوله الى عزم مزدوج انا ايش عندي العزم 500 القوة ما عندي هو انا اريدها ايش قد المسافة 8 اذا هنا انا اشوف شو حعوضها لو رادها على هذا بي سي شو اسوي العزم ايش قد عندي انا 500 جد هذا البي سي 5 ف 500 تقسيم 100 شوف راح تطلع هنا نفسي هنا فهاي طرق احاول اني احولها من مكان لمكان انقلها فاذا القوه ما انقلها المكان اخر وتنقل بنفس الاتجاه نفس القوه على النقطه الثانيه مع اضافه عزم العزم اللي يجي هو القوه في ذا عندي هسه هذا المثلث اي بي سي 4 ب 3 5 ب 300 بهنا بنقطه ب 200 بنقطه سي هسه انا اريد القوه على اللاين بي سي بس عموديه اريد هاي القوه هيك فهي منين اجيبها المفروض من عندي من القوه منين تجيني من العزم القوه في ذراع انا العزم هنا هسه ما عندي لكن اقدر اطلعه من 200 ولا 300 حول نقطه اي فهنا العزم حول نقطه 200 هسه هنا 200 في 4 باتجاه كاونتر كلوك وايز ل 300 باتجاه كلوك وايز 300 في 3 فهنا شوف 300 في 3 ناقصا 200 في 4 زين هسه انا عندي الوتر هو 5 هذا مالتها فايش طلع عندي 100 تقسيم 5 20 فهنا ايش راح يصير عندي شوف هنا حولتها هنا الى 20 ب20 هنا طلعت عزم هذا العمود زين انا عندي هاي ال20 مايله هسه بيا زاويه
ثلاثة بأربعة. ليش؟ لأن هذا كان عكس الاتجاه، هذا كان ثلاثة الأفقي. من نجي أقول بخلي هذا عمودي فيصير أربعة بثلاثة، انتبه علي هنا. بشوف هسه أنا طلعت القوة هنا، هاي هسه 200 300. شوف هنا ايش سوينا زين. هسه أنا هاي عندي 200 هنا و300 هنا. هسه هاي نفسها بهاي النقطة أرد أطلع مالتها المحصلة مال 200 و300. شلون طالع المحصلة؟ 200 تربيع زائد 300 تربيع تحت الجذر طلعت لي القوة 360. بيا زاوية مائلة من تان ثيتا، ان تان ثيتا ايش يساوي لي؟ اف اكس رفع. فش اسوي؟ انفرس تان مال 200 على 300 طلعت. تشوف هاي 360 ب 33 وهاي 20 وهاي 20 بس بيا اتجاه. شوف انتبه، هنا كان عندي الافقي والعمودي، انقلب هنا عمودي بافقي. أربعة كان هنا نشوف أفقي، هنا جسا ثلاثة. ليش زاوية كانت عمودية؟ ليش؟ لأن هاي القوة عمودية على السطح المائي. نجي هنا على هذا السؤال اللي هو أي، هاي بيها النقطة، يريد هسه العزم حول نقطة أي. عندي نقطة 100 كيلو نيوتن هنا، عندي 80 كيلو نيوتن، وعندي 200 كيلو نيوتن، وعندي 30 كيلو نيوتن للمتر. شوف هنا 30 كيلو نيوتن متر، هنا عزم صافي. فهنا أجي حول نقطة أي 30 كيلو نيوتن متر، هذا رأسا عزم صافي. باتجاه شلون يدور حول نقطة أي؟ كلوكواز. أجي على المية، المية هذا 8 تروح منه 3 تبقى 5، باتجاه المية كلوكواز. فمية في 5 زين. اجي هنا على 80 نجد المسافه العموديه هنا، انا امد هنا بهالاتجاه 4، ف 80 في 4. اجي على 200، ال 200 انا هنا مائله، فش اسوي؟ لازم احللها الى 200 في 4 على 5 و 200 في 3 على 5. فاللي بالنقطه اللي بالواي راح يروح صفر، من يبقى عندي فقط 120. ليش؟ لأن هذا ديمر بنقطة أي، فصفر العزم مالته، الذراع مالته صفر، فتبقى عندي 120. فالمية وعشرين بهالاتجاه، أجل 120 من حلل التبيات اتجاه كلوك واي، كاونتر كلوك واي، تطلع ناقص، فطلع 490. إذن العزم المزدوج هنا عندي زائدا 490. هنا بهذا السؤال أيضا أريد العزم بهذا السؤال. هذا هنا عندي أيضا عزم صافي، عندي قوة 50 في حول نقطة أي، عندي هذا عندي، لكن عندي هنا 200 مائلة والمية هنا مائلة، فش أسوي لها؟ لازم أيضا أحللها. وعندي 60، فهنا 100 حللتها إلى 80 ب60، هنا 200 طلعت 141.4 لأن الزاوية 45 زين. هسه أجي على نقطة أي، هسه عزم صافي 20 كيلو نيوتن، هذا رأسا نزله بدون ذراع، بيعطي جهة كلوكواز. ارجع هنا اضيف اليه او اطرح هسه هاي 50 50، ايش قد المسافه عن نقطه اي؟ 3 متر. باتجاه شلون يدور حول اي؟ كلوك واس. اجي على هاي هسه تحليل القوه هنا، هاي 60 60، قد المسافه؟ 6. باتجاه حول اي يدور عكس، اذا ناقص. اجي على هاي 80، هاي 80 اجي ايضا أشوف جد المسافة 3، 80 في 3 باتجاه كلوكواز، إذن موجب. أجي على هاي 141، 141 عندي اللي بالأكس يشبيها تصير صفر لأن تمر، تبقى عندي بس الواي. 141 في جد 6 باتجاه كلوكواز. شوف أجي على 60، هاي 60 حاول نقطة أي، جد المسافة البقت هي 3 متر، من هنا 2 هاي تبقى لي 1، ف60 في 1 طلع لي العزم مال هذا F-System. عندي هذا سؤال، عندي قوة 100 كيلو نيوتن على هذا البار ABC، يريد هنا أنقله إلى أي. أنا شلون أريد أنقله هنا؟ هنا راح يصير مرحلتين، راح أنقل القوة من C إلى B، ومن B أحولها إلى أي. فهنا من C أول مرحلة إلى B، فش قلنا ننقل القوة نفسها، هاي المية هاي مية زين.
ايش راح نقول وياها؟ نقول مفروض شنو؟ مومنت عزم. فهسه هاي نقلت وين هاي القوه هاي ناني جبتها هسه خليتها نفسها السي هاي المية وهاي المية شي جيها عازم المفروض. فالمية المفروض هاي في جد الذراع انا عندي الذراع العمودي مالتها خمسة فمية في خمسة فطلع 500. زين هسه هنا انا عندي القوة مية شوف هنا هاي وعندي هاي 500 وهذا هسه شلون انقل هالاي هاي المية اللي هنا عندي الزاوية 30 يعني نفس هاي الزاوية فش عندي هسه اقدر احللها اكس وواي تنقلها فش راح يصير عندي هاي اكس وهاي واي فالمية في جد 50 وهنا عندي شنو هاي 86 راح اجي اطلع هنا حول اي راح نجي هاي العمودية اللي هنا القوة 86 شبيهة تمر بالنقطة اي اذا جد صفر تبقى منو عندي عندي هاي الخمسة 50 العفو في جد المسافة 7 متر فهاي 50 في 7 باتجاه كاونتر كلوكوز اذا سالب زين انا عندي هنا عزم صافي قلنا هذا بدون ذراع فهنا 500 كيلو نيوتن اخليها باتجاه هو نفس الاتجاه كلوكوز ف 500 ف 500 موجب وهذا سالب اذا راح يطلع العزم حول نقطة اي 150 كيلو موجب اذا باتجاه راح يطلع 150 هنا 150 كيلو نيوتن بهذا الاتجاه الموجب فننتبه اذا كان عندي عزم انقله كما هو بدون ذراع اضيفه حسب اتجاه القوة انقلها بقوة نفسها بنفس المقدار واضيف لها عزم الناتج من القوة في ذراعها والذراع هو المسافة بين النقطة القديمة والجديدة لحد هذا اليوم تخلص هذه المحاضرة شكرا جزيلا.